السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، أو مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. تعالوا بقى أقول لكم على حاجة، إيه حاجة وصفة بصوا مش هتتخيلوها. هتشربوا الشاي بعد كده بإيه؟ بالجزر، بالجزر أو بالجزر. تعالوا معايا أقول لكم وصفة حلوة قوي، بصوا يمكن بعد كده إيه مش هتعملوا كيك خالص. هعمل لكم وصفة حلوة بالجزر، هتاكلوها مع الشاي، مع القهوة، مع النسكافيه، هتاكلوها كده وخلاص عادي، مفيش أي مشكلة. معانا دلوقتي يا جماعة ده جزر، تمام؟ أنا غسلته قشرته وغسلته وبشرته، ده تقريبا 5 كوبايات 6 كوبايات عادي يعني براحتك انت، يعني الكمية اللي انت عاوزاها. وده كوباية سوداني ماشي، مكسرات الغلابة. انت عايزة تحطي فستق، لوز، بندق، عين جمل، براحتك يعني اللي انت عاوزاه. ودي كوباية سكر، وده سمسم، وده جوز الهند، وده 2 باكو بسكوت فيري. طبعا انت بتختاري الطعم اللي يعني اي نوع بسكوت انت عايزاه، تمام؟ بس انا بحب طعم البسكويت ده ماشي. تعالى اقول لكم الوصفة بتاعتنا هتتعمل ازاي، وهيبقى شكلها عامل. احنا معانا هنا يا جماعة دلوقتي طاسة او حلة او اي حاجة هنحط فيها كمية الجزر بتاعنا، تمام؟ انت عايزة تحطي 4 كوبايات، تعملي كمية بسيطة الاول وتجربي الحاجة، مفيش مشكلة. عايزة تعملي 5 براحتك يعني، مش مقياس يا جماعة ماشي، يعني الطبخ ما فيهوش اي حاجه، ده مجرد افتكاسات كده يعني، تمام؟ احنا دلوقتي حطينا الجزر، هنحط عليه 2 كوباية السكر، تمام؟ احنا طبعا مش معليين النار قوي، براحتك انت بقى، حابه تخلي الحاجه مسكره قوي مفيش مشكله، عايزاها يعني مش مسكره قوي براحتك انت بقى، بتوزني انت السكر بتاعك براحتك يعني، بس احنا طبعا مش بنحب الحاجه مسكره قوي، تمام؟ هنقلبه كده لحد طبعا ما يتشرب كده مع بعض، هنغطي عليه، تمام؟ هنغطي عليه كده لحد ما هو ايه الجزر يدبل كده مع بعضه ويبقى كويس ويشرب ميته كده، وهوريه لكم تاني. وفي الوقت ده احنا هنروح نفرم السوداني ونفرم البسكوت نخليه زي دي. بصوا يا جماعه انا هنا احنا فرمنا السوداني ماشي، انت بقى تحطي اللي انت عاوزاه، انت بقى عاوزه تحطي اي نوع مكسرات تاني براحتك زي ما انت عاوزه. وبديها تحميصه خفيفه كده بس كده، لان لما بيتفرم، مع انه هو اساسا هو متحمص، لما بيتفرم يا حبايبي بتحسيه مسك في بعضه كده، تمام؟ فاحنا بنحمصه شويه كده علشان ايه الطعم يبقى ايه، يبقى احلى شويه ماشي، يبقى قطع على كريسب كده شويه، تمام؟ وبنشوف الجزر بتاعنا خلاص تقريبا اهو يا حبايبي، اتشرب كل الميه اللي فيه، فاضل بس ما فيش 2 دقيقة بس كده. نحمص شوية في السوداني على نار هادية طبعا يا جماعة، والسمسم يا جماعة طبعا احنا برضو محمصينه، تمام؟ انت براحتك انت بقى عايزه تضيفي اي حاجه براحتك يعني، يعني انا ضايفه السمسم ده زياده، الاضافات التانية دي مزوده بس فيها، هقول لكم انا بشتغل ايه اللي انا مزوداه يا جماعه، تمام؟ احنا كده تقريبا خلاص حمصناه، تمام؟ والجزر بتاعنا خلاص 2 دقيقة ساعة ما يشرب ميته كلها خالص تقريبا، الا شوية صغيرة كده هنروح مطفيين عليه وسايبينه يبرد خالص، وبعد كده نعمل الوصفة بتاعتنا، تمام؟ كده يا جماعة كل الجزر بتاعنا اتشرب بالطريقة دي، ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما
الجزر خلاص برد كده وبقى كويس. بصوا يا جماعة إيه، انتوا عايزين تحطوا اي نكهة انتوا بقى عايزينها، نكهة قرفة، قرنفل، اي حاجة اللي انتوا عايزينها، بس انا بحب احط حبة تانجي كده او فروتي او اي حاجة، برتقان ماشي. وده يا جماعة اختياري مش اساسي، حتى القرفة الحاجات دي كلها يا جماعة اختياري. وأقلبها بس بالشكل ده كده، تمام. هنحط بقى ايه، حبة سمسم، وده اختياري يا جماعة، اختياري مش اساسي، تمام. حبة جوز هند صغيرين كده ماشي. وهنقلب السمسم ده متحمص دي كمان حبة، هنحط السوداني طبعا بعد ما حمصناه بالشكل ده كده. والله يا جماعة الوصفة دي يعني والله حلوة وجديدة، ويعني حلو، جربوه جربوه مش هتخسروا حاجة. طبعا الأكل ده أذواق، اللي بيعجبك مش بيعجب غيرك، فبراحتك انت يعني. فجربيها وانا عجبتك اكتبولي في الكومنت تحت. طبعا يا جماعة البسكوت كل ما كانت كميته اكبر، يعني مثلا بدل 2 باكو يبقى 4 او 3، بتبقى متماسكة اكتر وطعمها احلى. بس انا ما كانش بصراحة يا جماعة عندي غير الـ2 باكو دول. هنقلبه كده في بعض كده كويس جدا، ونحط بقى ايه، حبة شوكولاتة من الصغيرة دي كده، عادي عادي خالص، ده اختياري يا جماعة، كل الحاجات دي اختياري، تمام. وهنلبس جوانت ونعجنها كده، اوريكم بقى شكلها. وعجناها معاك يا حبايبي بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، تمام. تعالوا هنقص بقى، هنقولكم بقى هنعمل ايه. هنجيب معاكم يا حبايبي كده استرتش هات كده، ونفرده بالطريقة دي كده، تمام. بالشكل ده كده، نجيب سكينة بالشكل ده، نفرده وهنفرد عليه الخليط بتاعنا كده. لا نسيت، نجيب الأول حبة ايه، جوز هند كده، حبة حلوين كده، حبة محترمين، تمام. عايزه انت تحطي بقى بدل جوز الهند سمسم، تحطي مثلا اي مكسرات، يعني براحتك انت يعني اللي يريحك، تمام. دي كلها يا جماعه حاجات اختياريه. بالشكل ده هنوزعه، عشان ايه، ان احنا نغلف بيه. نغلف بيه جوز الهند، تمام. نفضل نجيبه كده يمين وشمال، ونلمه من الجنوب، وفضلنا يا جماعة نعمل فيها كده بالشكل ده لحد ما نخليها بالشكل الاسطواني اللي انتوا شايفينه ده. مربع عادي، اسطواني عادي، يعني اللي يريحك براحتك انت يعني، تمام. كده نقفلها من الجنوب كده بالشكل ده. هنعمل التانية، وبعد ما نعملهم هنسيبهم في التلاجة. يعني لو في التلاجة من تحت بيفضل تسيبها يوم كامل عشان تعرفي تقطعيها، لو عايزة تحطها في الفريزر شوية حطها في الفريزر وبعد كده قطعيها، تمام. احنا هنعمل التانية ونحطها في الفريزر، وبعد كده نيجي نقول لكم شكلها بقى عامل ازاي. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما خرجنا الوصفة بتاعتنا من التلاجة ومن الفريزر،
وقطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطعوه بالشكل اللي انتوا عايزينه، مدور، مثلث، براحتكم يعني. تمام، بصوا يا جماعة، هي الوصفة معانا بتبقى عاملة زي كده، ماشي؟ هي مش متماسكة، هي بتبقى جوسي شوية كده معايا، وخدوا بالكم وانتوا بتقطعوها. تمام، والله يا جماعة هي حاجة جميلة قوي، هي مش عارفة هو فين رايح، مودة على مين، ولا مين مع مين، انت فاهمة؟ انت بتاكلي حاجة مش عارفة هو انت بتاكلي ايه، بس بجد هي جميلة جميلة، عاملة كده شبه الملبن كده، إيه، حاجة حلوة قوي هتعجبكم. وجربوها مش هتخسروا حاجة يا جماعة، ويا ريت لو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، والكومنت الحلو بتاعكم، وفعلوا واللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.